بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تمحو الذنوب والخطايا، الصدقة تقي من النار المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة، الصدقة تداوي الأمراض، الصدقة ترفع البلاء، الصدقة تزيد المال بركة وسعة للرزق. في الصدقة انشراح للصدر وطمأنينة للقلب وراحة للبال، بل إن الميت إذا مات يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليتصدق لما يرى من عظيم فضلها. أيها الأحبة، إخوانكم في جمعية الإيمان الإسلامية في نيويورك بحاجة إلى صدقاتكم وتبرعاتكم لكفالة ودعم المؤسسات الموجودة في الجمعية من مساجد ومدارس في هذه الأوقات، فسارعوا وسابقوا إلى دعم المساجد ودعم المؤسسات الدينية لتتواصل في نشر دين الله تبارك وتعالى وتعليم سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من كان صديق المسكين وأعان الإخوة في الدين فالله له خير معين يجزيه ويصفح عن ذنبه. المؤمن صاحب أفضال بيميني يعطي وشمالي ويجيب السائل في الحال ويخفف عنه من كربه.